السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ألو مكملين. حصار قطر بدأ ليه؟ محدش عارف، وزي ما بدأ حصار قطر بلا سبب يبدو أنه هينتهي برضو بلا سبب. هينتهي ليه؟ احنا بنقول كلام من عندنا؟ لا، تعال أقول لك ليه هيبدأ حصار قطر ينتهي أو يتلاشى أو أصلا ما كانش ليه قيمة، فعلشان كده اللي كانوا عاملينه قال لك وليه الإحراج؟ قطر اللي مساحتها قد كده تعدت حدودها وتعدت الحصار، طب ما تيجي نعملها بجميلة ونشيل الحصار ونقول ما حصلش حاجة، ويعني احنا اخوات، وانتوا عارفين ان العرب كلهم في الاخر العرب اخوة. هتلاقي المملكة العربية السعودية متمثلة في ملك المملكة الملك سلمان بن عبد العزيز، النهاردة بيبعت رسالة دعوة لأمير قطر تميم بن حمد علشان يحضر قمة مجلس التعاون الخليجي اللي هتعقد في المملكة العربية السعودية. طبعا ده ملوش علاقة أبدا بكل الكلام اللي اتقال قبل كده إن المملكة العربية السعودية ضد قطر وهيعملوا قناة سلوى وهتبقى شبه جزيرة قطر وكلام الجميل اللي قالوا إعلاميين مصريين أكتر من السعوديين. طيب هتتحرك السعودية لوحدها في الملف ده؟ لا، الكفيل لما بيتحرك بيحرك معاه التابعين بتوعه، بيحرك الموظفين، علشان كده هتلاقي الموظفين الموجودين في الخارجية المصرية بيتلقوا الأوامر من المملكة العربية السعودية. وأنا كمصري بقول الكلام ده بمنتهى الأسف، إن مصر الكبيرة يتم تقزيمها علشان تاخد أوامرها من المملكة العربية السعودية أو من أي حد، لأن مصر بطبعها دولة رائدة، دولة تقود لا تقاد، ولكن مع عبد الفتاح السيسي كل شيء ممكن وكل شيء وارد. علشان كده هتلاقي سامح شكري بيقولك احنا ممكن نرفع الحصار عن قطر لان قطر غيرت سياستها. السؤال ذا كويتشن، التعجب، هو قطر كانت بتعمل ايه وبطلته؟ يعني لما تقرا كده سامح شكري مستعدون لانهاء الازمه مع قطر طالما غيرت سياساتها. لا يا سامح مش كده يا حبيبي، انت مش فاهم او تقريبا انت فاهم وبتستعبطنا. قطر ما غيرتش حاجة، ولكن جاء الامر والتكليف من السعودية من الكفيل اللي بيدفع الرز، لان الحلقة بتضيق على محمد بن سلمان، فمحمد بن سلمان عايز يقول الامريكان انا كويس انا بعمل اللي انتوا عايزينه. طب عايزين ايه؟ ترامب يقول له طب ارفع الحصار عن قطر عشان يبقى عندي حاجة لما اقف قدام الكونجرس ومجلس الشيوخ الامريكي اقول لهم والله احنا ضغطنا على السعوديين والسعوديين بيسمعوا الكلام. قوم ايه؟ قوم يقول كده، قوم المملكة العربية السعودية تستدعي تميم او توجه له دعوة علشان يحضر قمة التعاون الخليجي في الرياض في السعودية، وبالمرة نخلي مصر الكبيرة دي تقول احنا كمان والله هنرفع الحصار. مصر الكبيرة دي بقت زي ما كيسنجر قال عنها في السبعينات، قال احنا عايزين مصر تبقى قوية وكبيرة، بس كبيرة زي السفنجة اللي عايمة على وش المية، يعني بالبلدي لا بتهش ولا بتنش، تبقى البركة الفسوخة بتاعتنا كده. الحج الكبير والله متشكرين ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الحج ده يا جماعة في صباه كان مشايب بلاق الدكرور كلها، كان بيوقع الناس كلها كانت بتقف له على رجل، ده في صباه. انما الحقيقة دلوقتي بيحتاج عيل صغير ياخده من ايده علشان يوديه مكان. المشكلة انه وصلوا مصر بقت كده، بقت العجوز ده اللي بياخد ايدها عيل بقاله 70 سنة ولا 30 سنة دولة، ياخدها بقى ايه؟ ياخدها تحاصر قطر، ياخدها تطبع وتبيع مية النيل وتبيع الغاز لاسرائيل، ياخدها ما ياخدهاش للجامع بعد ما قالوا ان الجامع حرام. ده اللي حاصل في الدولة المصرية. ده بيتوازى النهاردة، ومش هينفع ما اقولش الخبر ده، مع ان السلطات التركية المتمثلة في المدعي العام التركي النهاردة بتطلع بيان اتهام وامر بالقبض على احمد العسيري الضابط المقرب من محمد بن سلمان ونائب رئيس الاستخبارات السعودية، وعلى سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، وبتتهمهم اتهام مباشر بانهم خططوا ودبروا وعذبوا وقتلوا جمال خاشقجي في السفارة في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول في شهر اكتوبر الماضي. وده بيان بناء عليه هيتم رفعه للانتربول، واللي كانوا بيعملوه فينا واللي كانوا بيوقفوا عبد الرحمن عز واللي كانوا بيوقفوا الدكتور محمد محسوب دلوقتي هم المعرضين للتوقيف والمساءلة في اي مطار من مطارات العالم.
دلوقتي مستشار سعود القحطاني معرض انه لو طلع بره السعوديه يتم توقيفه وتسليمه للدوله التركيه، وكذلك العميد او العقيد احمد عسيري. سبحان الله، من دون حول ولا قوه واحنا مستضعفين، وهم بيحاولوا يستضعفونا وبيحاولوا يقبضوا على اي حد بيقول كلمه حق زي عبد الرحمن وزي غيره. دلوقتي هيحصل فيهم وبالقانون وفي جريمه قتل، اذا كانت جريمه محمد محسوب ولا عبد الرحمن انهم شرفة وبينحازوا لثوره بلدهم، فالتانيين جريمتهم انهم قتله ومجرمين قتلوا جمال خاشقجي. هكذا تسير الامور كما يشاء الله.